وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. فاطمة خليل إليك. شكرا سحر، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27، الصغرى 17، إسكندرية 27 18، مطروح 26 16، بورسعيد 25 18، إسماعيلية 27-15 وجوها معتدل. أما السويس 27-15، العريش 26-14، طابة 25-15، شرم الشيخ 27-21، الغداء 27-20 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 30-16، أسوان 31-17، الوادي الجديد 28-12، شلاتين 30-22، حلايب 27-19 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.